من حوالي سنة سنتين تقريبا كان في كلام على انه في المغرب يعني في اقتراحات هناك انه المغتصبين والمتحرشين، قال لك لا واحنا لسه هنحقق ونحبس ونسجن والكلام ده كله، وياخد لسنه ولا ياخد سنتين ولا 3 سنين، لا 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 لا، المغتصب والمتحرش نقوم باخصائه، نقوم بعمليه اخصاء جراحي للمغتصبين واستئصال يعني اخصائهم، بعمل اخصائهم او حقنهم بهرمون يقضي على رغبتهم الجنسيه، فيعيش الراجل طول عمره مش يعني ما عندوش اي رغبه ولا يتفاعل مع زوجته مثلا او كده. رجع تاني الحقيقه الكلام ده ظهر بشده مؤخرا في الشارع المغربي، ومن الواضح انه في تحركات دلوقتي في الشارع المغربي بتسعى الى المطالبات بعمل قانون او دراسه مشروع قانون. واضح انه ما نسيوش الموضوع اللي اتكلموا فيه من حوالي سنه او سنتين، وانه كل مدى ربما الموضوع بيزداد سخونه واهميه هناك. تعالوا ناخد هاتفيا الاستاذ المهدي الزوات، منسق حركه اولاد الدرب بالمغرب. استاذ المهدي اهلا بحضرتك يا فندم. مرحبا، شكرا، مرحبا، تحياتي ومرحبا بك يا فندم، اهلا وسهلا. شكرا، شكرا على اهتمامكم بهذا الموضوع وشكرا لكم على الدعوه. نهتم طبعا استاذ المهدي، نحن وطن عربي واحد وشعوب عربيه، لنا عاداتنا ولنا تقاليدنا، والحقيقه انه موضوع التحرش هو موضوع قاسي جدا، او الاغتصاب قاسي جدا على السيده والفتاه، يعاني منه الوطن العربي بشكل كبير للاسف. لدينا ايضا في مصر طبعا مشكلات كثيره في هذا الموضوع، لكن نريد ان نعرف ما الذي يدور في الشارع المغربي حول مطالبات ربما بفرض او يعني التحدث عن مشروع قانون لإخصاء المغتصبين والمتحرشين. أولا سيدتي، يجب الفصل بين 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 جريمتين وبين فعلين، اللي هما التحرش والاغتصاب. فنحن نتكلم عن شيئين منفصلين. حقيقة أن التحرش هو يعني متفشي بطريقة رهيبة جدا على مستوى الوطن العربي كما ذكرتم، والاغتصاب بدوره متفشي، وخصوصا مؤخرا يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اصبحنا نعيش مشاهد يعني مرعبه لبعض الفيديوهات التي توثق لاحداث محاولات اغتصاب خصوصا لبعض الشباب، لفتيات او لبعض القاصرات. فما ذكرتموه حول الكلام عن مشروع قانون يعني ينص على خصي نعم مطالبات، انها ربما مطالبات من بعض ابناء الشارع المغربي. وحقيقة كان هناك مقال لاحد المواقع الالكترونيه المغربيه في بمناسبه كذبه ابريل، وقال فيه بان رئيس الحكومه اشار على مشروع قانون ينص على خصي جراحيا المغتصبين او 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 حقنهم بهرمون يقتل لذتهم الجنسيه. فهذا غير حقيقي. اظن بان المغرب يتجه دائما نحو الحلول التي تحترم المواثيق الدوليه لحقوق الانسان. الجمعيات الحقوقيه المغربيه لم تنادي اي جمعيه حقوقيه مغربية بهذا. كان هناك بعض يعني بعض الاشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي او يعني بطريقه فرديه ينادون بهذا، ونحن كحركه قمنا السنة الماضية بطلب رسمي عن طريق توقيع عارضة وقع أزيد من 5000 شخص، قمنا بإرسال إلى رئيس النيابة العامة نطلب منه إعطاء تعليماته لوكلاء جلالة الملك بتطبيق أقصى العقوبات في حق المغتصبين. ما هي أقصى العقوبة التي تطالبون بها سيد مهدي؟ أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون، التي يمكن أن تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا. هذا في حالة الاغتصاب أم التحرش؟ لا، في حالة الاغتصاب. بالنسبة للتحرش، وزيرة المرأة والطفولة هي مشكورة، والشؤون الاجتماعية مشكورة على المجهود التي قامت بها، واستطاعت أن تمرر قانون سوف يدخل حيز التنفيذ قريبا بعد صدوره في الجريدة الرسمية، يجرم التحرش ويعاقب المتحرشين. فأظن وما هي العقوبة سيد مهدي؟ ما هي العقوبة؟ عقوبة المتحرش؟ عقوبة المتحرش هي تصل إلى السجن النافذ، وربما لا أتذكر جيدا النص القانوني وما يتضمنه، لكن يمكن أن تصل على ما أظن إلى سنة أو سنتين سجنا نافذا. وهذا شيء مهم، هذه خطوة مهمة في اتجاه أن يعني أن تكون ترسانة قانونية قادرة على ردع المتحرشين وعلى المغتصبين. طيب سيد مهدي، يعني أنتم كحركة بذلك؟ نعم نعم، تفضل.
وبالنسبة للمتحرشين فهناك قانون اليوم يعني واضح جدا سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية. نعم سيدتي. طيب سيد مهدي، أنتم كحركات حقوقية وتتفاعلون مع الشارع وتستمدون طبعا أفكاركم ومطالباتكم حتى للحكومة في المغرب من الشارع هناك ومن مطالبات أبناء المغرب، كيف ترون العقوبة المناسبة لجريمتي الاغتصاب والتحرش؟ حضرتك ذكرت أنه بالفعل جريمة الاغتصاب في المغرب هي 20 سنة سجن، وأن وزيرة المرأة والطفولة مررت قانون بالفعل يعاقب المتحرش بعقوبة قاسية. هل ترون أنه هذا يكفي؟ وكيف نستطيع بصراحة شديدة أن نعالج هذه المشكلة على المستوى العربي؟ نحن لدينا في الدول العربية الكثير من المشكلات المتعلقة بهذا الأمر، والحقيقة أنه يعني من العار أننا الآن في 2018 يعني بدلا من أن نصب تفكيرنا وتركيزنا على التقدم والتكنولوجيا والتطور، أننا لا نزال نتهم الفتاة بأنها هي المقصرة وأنها هي السبب في أن يعتدى عليها سواء بالتحرش أو الاغتصاب. هو الردع كحل من أجل معالجة الظاهرة السلبية هو أمر جيد، ونحن يعني طالبنا ونطالب دائما بتشديد العقوبة، لأن هناك من يستفيد من ظروف تخفيف بعد بعض المرافعات وبعض الوثائق الطبية التي تثبت حالته النفسية إلى آخره، لكن هذا لا يسقط خطر الجريمة التي ارتكبت. نعم الشخص هو يعاني من مشكل نفسي أو يعاني من ضغط إلى آخره، لكن ما اقترفه في حق تلك السيدة هو أمر يعني خطورته لا ترتبط بسبب الفعل. صحيح. هل في اعتقادك سيد مهدي، عفوا، هل في اعتقادك أنه قد نسمع بالفعل عن وجود مشروع قانون لإخصاء المغتصب؟ لا أظن ولست متفق، لأن الأمر أنا سوف أعود لما طرحت حول الوطن العربي وحول سبب المشكل. صحيح. في تفشي الظاهرة يجب أن نحاول أن نجد حلولا جذرية. المشكل عقلي يا سيدتي، عندما تكون أمامك زميلة في العمل أو زميلة في الدراسة أو شخص أو امرأة لا تعرفها وتمر أمامك وتتحرك بها لفظيا أو جسديا، فهذا مشكل يطرح نفسه على مستوى العقليات المتواجدة في الوطن العربي. لماذا تقوم بذلك؟ اولا يجب ان نحاول ان نتجه نحو الاطفال الصغار، نحو الشباب، من اجل ضمان عدم تكرار هذه الافعال مستقبلا، والردع لان الردع يكون بعد حصول الفعل، وهنا نتدخل من اجل الزجر، فيجب ان تكون لنا ازدواجيه الحلول. نعم الزجر لمن يرتكب الفعل آنيا، وكذلك حملات توعويه والتدخل على مستوى المناهج الدراسية. صحيح. من أجل الوقاية. صحيح. لأن الوقاية تبقى هي أحسن حل. صحيح. غدا سوف يكون في حالة الردع، سوف يكون لنا امرأة مغتصبة وألا ننتظر أن يصل الشاب أو الرجل إلى مرحلة أن يتحرش أو يغتصب. من البداية نقوم بالوقاية كما ذكرت. فأنا عوض أنا في نظري عوض أن نصل إلى مرحلة أن لدينا امرأة مغتصبة كضحية ورجل جاني في السجن، نقوم بالوقاية عن طريق التوعية وعن طريق، وذلك ما ندعو إليه، عن طريق حركة الدرب والرفع من الوعي وتوعية الناس. نعم. بهدف الوصول إلى نقطة الوقاية. نعم. أشكرك جزيل الشكر السيد المهدي الزوات، منسق حركة أولاد الدرب بالمغرب، وده موضوع مهم لأن دي ظاهرة موجودة في الوطن العربي للأسف الكثير، يعني من دول الوطن العربي أكثرها يمكن، فأعتقد أنه الحديث عن التوعية وهي نفس مشكلاتنا احنا في الوطن العربي متشابهين إلى درجة كبيرة جدا في الكثير من المشاكل.